يعز من انكسر بين يديه، وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يغني من افتقر إليه، ويفقر من افتقر لغيره. قال الله عز وجل أثر القدسي: وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادته السماوات والأرض، أطبقت السماء على الأرض وكسرت الجبال ودكدكت الدنيا كلها، وهذا العبد معتصم بالله، يا رب إلا جعلت له بينها مخرجا. الجبال تدككت والمباني طاحت وسقطت، وهذا العبد ما جاء شيء. وعزتي وجلالي، تكملة الأثر، ما اعتصم عبد بغيري إلا وكلته إلى ما وكل إليه. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هل هذا القرآن ذكر لنا أن نفتقر لغير الله؟ أبداً أبداً، والله من الفاتحة إلى الناس قال لك أدبر أمورك. وبعدين إحنا عندنا مشكلة في الثقة في الله عز وجل، نقول يا رب مثلاً أعطني هالقضية، أطلب مسألة من الله سبحانه وتعالى، ثم أطلب أنا الطريقة اللي تجي فيها. إيش معنى التوكل؟ التوكل هو سكون القلب مع تحرك الجوارح. أنا قاعد أسعى وأقدم الوظيفة وأسوي لكن ما أنذل لأحد. قدمت صح الوظيفة لك، قدمت معروض عندك، لكن والله ما تعلقت فيك وأدري أنك مسكين أنت. إذا ما أمرك ربي ما بمشيه. يعني 13 معروض يقدمون، يقبل منها اثنين، والله والله أن الاثنين ذولي والله أن يوقع لك عقد ولا ترقية في الأرض حتى يأذن فيها الملك اللي في السماء. والله جميل. كل واحد يعرف نفسه، يعني قلبك هو أول من أول ما تجيك مصيبة يا شيخ عادل، وانت أول ما تجيك جاك خبر الآن في مشكلة في حادث، ها من أول واحد الواجب لله عز وجل. أيوة، لكن هل هذا هو الواقع؟ لا. ولكن ينظر إلى قلوبكم، ينظر إذا جتك المصيبة تعلق بمن، ينظر الله عز وجل وان تدعي قلبك وينه. إلا من أتى الله بقلب سليم.